بس خصوصا في الصيف يعني انه هذا التأثير لمزاجنا وشخصيتنا. احنا بنشوف في بعض المناطق ممكن ترتفع فيها نسب الطلاق بسبب شجار بسيط بين الزوجين ادى الى الطلاق، عشان هو معصب خلاص، يقول لك انا في الصيف لا حد يكلمني، انا في الصيف معصب. ما في ناس يقول لك يضعوا الاعذار لنفسهم عشان اصله تدري مع الحر ما يتحمل الانسان. هل هي فروق فرديه من شخص لاخر، ولا يستطيع اي انسان انه يتكيف مع هذا الوضع؟ يعني نقدر نقول حاجه، وضع الاعذار غير مقبول، لان مهما كانت الضغوط، طب انا بغض النظر عن درجه الحراره وان انا هي فعلا ليها تاثير عليا، بس في النهايه طب انا ممكن ابقى عندي ضغوط اخرى خارجيه. بس انا عايزه اقول لك هو فعلا حقيقي، نسبة الأزواج اللي أنا بشوفهم في فترة فصل الصيف بالذات مع ارتفاع درجة حرارة الشديدة اللي بينهم مشاكل أو بتزيد حدد المشاكل ما بينهم، بتبقى أكتر بكتير في فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء. ودي حاجة كنت لسه بتكلم فيها مؤخرا مع حد بيقول لي إحنا كنا هننفصل السنة اللي فاتت في شهر 8. يعني في ناس بتزوجوا في الصيف ويحبوا إنهم تكون في الزواجات في الصيف، ولكن المتزوجين نفسهم هم اللي بيعانوا. لا، الجوازات اللي في الصيف دي عشان الجو حلو بقى ونقعد نعمل فرح وسعادة، وبيبقوش لسه بينهم مشاكل في الوقت حقيقي ده. حقيقي يعني.